كبيرة، 9 أهداف مقابل هدف واحد، وبهذا تكون أكبر نتيجة هذا الموسم وربما على مستوى المواسم التي مضت. كابتن، 9 كبيرة على الديوانية. يعني أنت إذا تنظر للمباريات، يعني خاصة بعد تواجد الكابتن حيدر محمد، يعني لعب مباراة أمام أربيل، مباراة يعني ممتازة جدا، حتى أنه أربيل يعني كان خاسر 2-0 وبعد ذلك خسر الديواني، مع الطلبة قدم مباراة ممتازة، لكن أنه يعني ما تعرف شنو اللي حصل. أولا يمكن يعني عدم تواجد، خلينا نقول عدد كبير من اللاعبين، لانه يعني الاجهاد ممكن اللي يصاب اللاعبين خلال هاي المباراه الاخيره، تنقلهم ما بين اربيل وما بين بغداد وما بين، اعتقد ممكن ياثر الجانب المادي. اما احنا ما شاهدنا الشوط الثاني، الشوط الاول يعني شفنا انه انتهت المباراه 5-0 وحي، لكنه الفريق مستسلم مو؟ اكيد يعني 9 واحد الشوط الاول دكتور عدنان، 5 طبعا يعني هو فاز اعتقد مره، يعني وحده مباريات كان فاز الشوط الاول على زاخ وحصره، والشوط الثاني خسر 5 بملعبه، فيعني مو فد شيء جديد على الديوانيه، 5 قريب من 9، نتيجه ثقيله جدا. نتيجه ثقيله اعتقد، يعني وفق ما قدم الديوانيه، ذكر احنا قبل اسبوع هو تعادل مع الطلبه طبعا، وكان قاب قوسين ادنى حتى يفوز، فيخسر بهذه النتيجة الثقيلة. طبعا الآن هو صح صراع، خلينا نقول ثنائي أو ثلاثي، الشرطة والجوية والزوراء يتنافسون في الأمتار الأخيرة من البطولة، يعني بهذا الكم أكيد كل لاعب وكل فريق عندهم رغبة يفوزون. بس أنا أعتقد حتى الآن إذا تسأل أي مشجع جوي تقول له تتوقع تفوز بهذه النتيجة، صدقني سيقول لا. ممكن كان يقول نفوز 1-2-3، بس 9 توصل. طبعا احنا يمكن تاريخيا كنا نتحدث انا والكابتن رحيم عن تاريخ، طبعا احنا عندنا نتائج من هذا القبيل، الجويه نفسه فاز على سامراء في بطوله الكي اس بي، الزوراء فاز على الجيش بنتيجه مقاربه في التسعينيات طبعا، فالنتيجه هي مو جديده. العقد الاخير هاي النتيجه موجوده، طيب بالضبط اخر 10 سنوات بالدوري، هسه هيك اكيد احنا مو مرشفين، بس وفق ما تتذكروا اكو هيك يعني نتيجه كدوري، لا المستوى الاول دوري الاول دوري طبعا، لا ماكو بالعشر سنوات الاخيره ماكو هاي النتائج. اذا هذا رقم قياسي جديد لمؤمن سليمان دكتور. طبعا خلال الفتره الاخيره صعب، ما يحسب لمؤمن سليمان هذا الرقم، يحسب لفريق القوه الجويه يعني. وبعدين يعني صعب الديوانيه الان بالوضع، صعب يعني وضع سيء، بس اخر فريق بالدوري وتخسر، استغلوا الوضع يعني صالحهم اكيد، يعني الاهداف حق الجويه انه تستغل الفرص، انه ربما يعني بمرور المباريات تساوون مع الشرطه بالنقاط. بمفهوم عام شلون شفت القوه الجويه مع مؤمن سليمان؟ والله اكو تحسن واضح جدا للفريق، شوفوا اهم شيء اعاده الثقه للاعبين، لان تعرف اهتزت الثقه بعض الشيء في فتره ما، الكابتن قحطان ما قصر ابدا، لكن دفع ثمن المشاكل اللي كانت في الهيئه الاداريه، موضوع الانتخابات، الكثير من هذه الامور. انا اعتقد الان هو يمكن حتى لا تنسى غياب الان ابراهيم ما يلعب مع الفريق، وابراهيم له ثقل كبير في القوة الجوية، محمد قاسم غير متواجد ايضا، نعرف الاشكالات والارهاصات الحاصلة، لكن هو يعتمد على مجموع اللاعبين. اعتقد الان يمكن اكثر توهجا بالفريق شوف شريف عبد الكاظم، شريف مميز جدا خلال هذه الفترة، انا اعتقد يعني ممكن دعم المدرب كبير، وشريف لاعب مميز جدا، انا نسيت اقول اسمه ايضا، لاعب لان هو استدعي في الفترات الاخيره، لاعب معانا بالضبط المنتخب الوطني، لكن اعتقد ايضا يستحق التواجد، شريف ممتاز جدا، لاعب متمكن، ممكن يلعب اكثر من مركز، شريف انت ممكن تشوفه لاعب وسط، جناح يلعب، حتى مهاجم يلعب، لا يعني اغلب المراكز، ولاعب انا اعتقد حركي، عنده قدره على الاداء، يمكن اغلب وقت المباراه لياقته البدنيه ما شاء الله عليه، ويسدد وعنده ثقه بنفسه عاليه جدا، فلذلك انا اعتقد المدرب يعني سيكتشف عديد اللاعبين، وهو كان يعني واحده من المشاكل اللي تواجه الجويه، يعني بدلائهم ليسوا بنفس قوه الشرطه، الشرطه عنده دكه بدلاء مثالية، أي مدرب يعني يتأمل أن تتواجد نصف اللاعبين معاه، فلذلك الآن الجوية يحث الخطى، هو مو بعيد عن الشرطة، وأيضا الزوراء أيضا مو بعيد رغم راح نتحدث عن الشرطة، بس نعم. هي وإن كانت النتيجة قاسية على الديوانية، 9 أهداف كبيرة، لكن هذا النادي يحتاج إلى وقفة كبيرة، إلى تكاتف من جديد لجماهيره، لأبناء هذه المدينة، لعودة هذا الفريق. ما حصل مع الديوانية هذا الموسم ينذر بمؤشرات خطيرة، وربما يعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، وبالتالي القضية بإيديكم أنتم، جهاز فني، إدارة، جماهير، عشاق هذه المحافظة، شفتوا نفسكم مش قد عانيتوا بدوري الدرجة الأولى، إذا مستعدين تعيدون التجربة القضية يمكم،
يقولون لا والله اوقفوا بظهر هذا النادي وادعموه، لانه المؤشر يوحي لك انه الفريق راجع كان. اعتقد علي بالنسبه لهذا الموسم يعني صعب جدا، لانه الفارق ما بينه وما بين الفريق الاقرب يعني صار اكثر من 11 نقطه، ويعني مبارياته القادمه ايضا صعبه. لا هي المنافسه بين الصناعه والنفط على المركز الثاني، لانه انا اعتقد الديوانيه يعني يمكن محسومه. إيه؟ صعب الصناعه والنفط يصارعون من اجل ان يبقى احدهم في الدوري. الصناعه بدا يتحسن نتائجه، والنفط الان اعتقد بعد استقاله محمد اعتقد ربما يعني يتحسن وضعه الان، المأمول انه يتغير اداءه رغم انه اربع مدربين. سموه مدرب بعد استقاله؟ لا هو محمد جاسم راح يصير مدرب. انا ممكن يكمل. ايه هو راح يبقى، يعني اعتقد محمد هو قريب من الفريق. وانا اشعر اكو تباطؤ، اكو خمول من الاداره. هم مصدومين ما متوقعين هذه النتائج طبعا.